قطر بقلوبنا وعروقنا الحية وارواحنا وانفاسنا متكونة فيها دام الوفا والتضحية في خالص النية نحيا ونحيا وانبغت والروحنا فديها فعاليات رح يبلشوا بكره بالهمبار ببلشوا الساعه 8 الصبح وبشيلتون كمان شيلتون بارك الساعه 8 الصبح وبعدين في غير فعاليات ببلشوا ب 15 يوم 15 بويست باي البدا واميلي دي 1 والاسم ربيع سعاده شكرا شكرا طبعا الاحتياطات المهمه احنا كاداره من القانون نحافظ اولا على اساس الاحتفال يطلع بصوره راقيه نحافظ على الامن وتسهيل الحركه في الشوارع ووضع المخالفين والمستهترين في اليوم الوطني هذا على اساس يطلع الاحتفال يعني بشكل جميل الكل يحتفل فيه ودائما احنا في المناسبات هذه يعني نحاول نوفر أول القدر الممكن من الدوريات ومن الشباب على اساس يتم الاحتفال بصوره يطلع بصوره مطلوبه إنه يوم العز والبلاء عاشت بلادي حرة عاشت بلادي العزيزة اللهم احفظ بلادنا وأميرنا ولي عهدنا وأمنا الحبيبة ماما موزة والسلام عليكم كانت معكم الإعلامية الصغيرة حسنا